حياكم الله مجددا. التعليم ريت فند، سهم التعليم ريت فند 4333. سأقوم بتحليل السهم على المستويات البعيدة والقصيرة والمتوسطة. أحب أذكركم أن هذا المحتوى يقدم من قناة خلف أسهم على اليوتيوب، ابحثوا بعبارة خلف أسهم. أقدم محتوى تعليمي ترفيهي عن السوق السعودي والسوق الأمريكي، وأحب أذكركم أن كل ما أطرحه هنا محتوى تعليمي ترفيهي، ليس دعوة لبيع أو شراء. طيب، نقول بسم الله ونبدأ بالمستوى البعيد. السهم حسب رأيي الخاص يرتاح قليلا بعد رحلة 2020 و 2021. هنا قمة أعلى من هذه وهذه أعلى من تلك، وهذا قاع أعلى من سابقه وهذا أيضا قاع أعلى من سابقه، وهذا قاع إلى الآن متماسك عند هذا القاع، وهذه علامة إيجابية للسهم. طبيعي أن يتراجع السهم بعد مستوى الارتفاع السابق، ارتفع من 10 إلى 17 ريال. ما يعيب السهم أو ربما أنه ميزة أنه قليل التذبذب ولا يرتفع كثيرا. في هذه الفترة معظم الأسهم حققت 200 و250% ارتفاع، أما تعليم ريت حقق تقريبا 170% ارتفاع، عفوا 170% ارتفاع، وهذا يعتبر إيجابي عند بعض المتداولون أو المتداولين. لماذا؟ لأن الأسهم ذات التذبذب الحاد صحيح تحقق أرباحا أكثر، ولكن عندما تهبط فإنها تؤلم أكثر. أسأل الله أن يبعد عنا وعنكم ألم الخسارة. فالسهم برأيي أنه إيجابي، ولكن يجب التحري في توقيت الدخول. عندنا دعم عند 10 ريالات، وعندنا دعم أيضا عند 11.75 هللة أو 11.60 هللة، ولدينا مقاومة في عند مستوى 14 ريال وعند مستوى 17 ريال. هذه أتوقع في رأيي المستويات المهمة للسهم، يجب على المستثمر متابعتها، وكلما كان دخوله قريب من مناطق الدعم كان أكثر أمانا له على المدى البعيد. طيب، خلونا نشوف المدى المتوسط للسهم. لاحظوا هنا ارتد من 11.65 هللة، نزل قليلا أسفل منها ولكن ارتد مجددا. الآن هو أخذ بالهبوط مجددا، الله أعلم هل سيتماسك عند 11.60 هللة أم يزور 10 ريالات مرة أخرى، لأنه مرشح لزيارتها إن لم يتماسك عند هذه المستويات. فهذه المستويات مهمة للمستثمر ومهمة للمتداول، وبإمكانك دائما دائما زيارة القناة ومشاهدة الفيديوهات ومشاهدة هذه المستويات حتى تتأكد من مستويات الدعم، وفي برأيي الخاص الغير ملزم لأحد. وأحب أذكركم دائما أن تدعموا القناة، شيروا القناة، اعمل لايك، كليك ذا لايك بارن، اضغط زر اللايك، يعني استمر بالدعم وانتم كريمين، وان شاء الله اني انا استاهل. انشروا القناة حتى الواحد يستمر بالعطاء ويحلل بقية الاسهم ويحلل باستمرار، يعني بدون دعمكم الواحد ما يتشجع. خلوا القناة تصل 10 آلاف، 50 ألف، 100 ألف متابع، انتم تستطيعون، وان شاء الله المحتوى ممتاز ورائع ويفيد الناس. فلا اوصيكم بالدعم حتى استمر بالعطاء. طيب، فهنا نقطة 11.64، نزل قليلا السهم أسفل منها ثم ارتد قليلا ثم عاد للنزول مرة أخرى. علامة سيئة للسهم، طبعا متوسط، ليست سيئة جدا، لأنه أغلق أسفل من متوسط 200 يوم بعد أن كان 200 أسبوع بعد أن كان محافظ على هذه المستويات فترة طويلة، الآن أغلق أسفل منها. مثل ما أخبرتكم يجب أن ننتبه لنقطة 11.64 و10 ريالات، لأنه السهم عند هذه المستويات المهمة، وهذه المستويات التي
يجب أن ينتبه لها المستثمر ولا ينتبه لفلان وعلان. اطمئن، اعمل بحثك واتبع من تطمئن له ويطمئن له قلبك، وأعتقد أنك تستطيع الاعتماد على نفسك في قراراتك بعد البحث والتحري والتوكل على الله. هذا المستوى القصير المتوسط 200 يوم، ولاحظوا عندما أغلق السهم أقل من متوسط 200 يوم ذهب في موجة هابطة، ولا زال يعاني منذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظة. طيب، متوسط 200 يوم، دائما أنا أرسم متوسط 200 يوم في الفيديوهات التي أنزلها على القناة، يمكنك الرجوع دائما لفيديوهاتي كي تعرف كم سعر متوسط 200 يوم. الآن بتاريخ اليوم اللي هو 22 مايو 21 مايو عفوا أو 21 مايو، يتداول متوسط 200 يوم عند 12.85 هللة. يجب عليك أن تراقب هذا المستوى وهذا المستوى، وإن لم يتماسك السهم عند مستوى 11.60 ريال فإنه مرشح بقوة لزيارة 10 ريالات، وأتمنى أن يتماسك السهم عند مستويات 10 ريالات. طبعا قدمت كل ما أستطيع أن تقديمه لكم. أتمنى لكم لنا ولكم الرزق الوفير وعدم الخسارة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات لاحقة إن شاء الله. مع السلامة.